هنا سؤال يريد منكم الأخ الكريم توجيها لامرأة تعامل خادمتها غير المسلمة بالسب والشتم على أدنى الأسباب. ننصحها بأن تتقي الله عز وجل حتى وإن كانت غير مسلمة، هي معاهدة، صحيح، والمعاهد دمه معصوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، رواه البخاري. لا يجوز لها أن تسيء لهذه الخادمة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، لا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند جيد أتاه رجل فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ قال اعفو عنه في اليوم 70 مرة. قال أهل العلم هذا للتكثير، يعني اعف عنه دائما، جعل العفو هو الأصل. ثم أيضا هذه المرأة الخادمة امرأة مسكينة مغتربة تركت بيتها وزوجها وأهلها وأولادها وأتت مغتربة تبحث عن لقمة العيش، فينبغي أن تراع وأن تعامل معاملة كريمة. وإذا أردت أن تعرف معدن الإنسان، إذا أردت أن تعرف معدنه وأخلاقه على الحقيقة، فانظر إلى كيفية تعامله مع الخدم ومع الفقراء والمساكين، هذا هو المحك. لا تنظر لكيفية التعامل مع الوجهاء ومع من يرجو منهم مصلحة، لكن انظر إلى كيف يتعامل مع الخدم ومع الفقراء والمساكين. إذا وجدته يتعامل تعاملا راقيا مع الخدم ومع الفقراء والمساكين، هذا دليل على طيب معدنه وعلى أيضا حسن خلقه، لأن الذي سيتعامل مع هذه الطبقة مع الفقراء والمساكين ومع الخدم والعمال معاملة راقية من باب أولى سيتعامل مع غيرهم. لكن بعض الناس يتعامل مع الوجهاء والكبراء ومع من يرجو منهم مصلحة معاملة راقية، لكن يتعامل مع العمال والخدم ومع الفقراء والمساكين معاملة سيئة، هذا دليل على سوء خلقه. ولذلك ننصح الأخت الكريمة بأن تتقي الله عز وجل. ثم أيضا هذه غير مسلمة إذا رأت هذا التعامل السيء هذا ينفرها من دخول الإسلام، لأنها يعني مهما كان ترى أن هذه مسلمة وتقول كيف أن دينها لم يحثها على كذا، مع أن الإسلام لا يتحمل أخطاء أهله، لكن بعض الناس هكذا تنعكس عندهم هذه الانطباعات. فينبغي أن تتعامل معها بتعامل حسن وتعامل كريم، فإن هذا يكون مؤثرا لها لمحبتها ومحبة دينها. ولذلك نجد أن المسلمين لما ذهبوا للتجارة لبعض دول العالم قديما مثل دول جنوب شرق آسيا، وجد الناس من هؤلاء المسلمين وجدوا أناسا عندهم أخلاق عالية جدا من الصدق والأمانة والتواضع، ووجدوا يعني فأحبوهم محبة عظيمة، أحبوهم وأحبوا دينهم. فلما دعاهم الإسلام اعتنقوا الإسلام، فانتشر الإسلام في تلك البلدان، يعني بلدان مثلا جنوب شرق آسيا لا يعلم أن المسلمين دخلوها بالسيف، إنما عن طريق التجار المسلمين، وعن طريق التجار المسلمين بسمو أخلاقهم. فالإنسان يدعو إلى الإسلام بأخلاقه، بأخلاقه الكريم، وقد ينفر من الإسلام أيضا بأخلاقه. ولذلك ما دام أن هذه غير مسلمة ينبغي أن تحرص هذه الكفيلة لها على أن تعاملها معاملة كريمة، فإن هذه المعاملة الكريمة هي نوع دعوة لها للإسلام.